خالد الحال؟ هو السلام. كيف أخبارك تمام؟ الحمد لله. آه والله ما شاء الله فندقكم من برا سمع حالات. الله يبارك فيك. سمع جدا. منك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. أسامة دولة بيت. جدا عندك بطاقة؟ ما سمع بطاقة. يا اخي يا خنار يا خنار الدليفري ايش بس عندك حاجه الشاكوش والعصايه دي حتحطها هنا امانات ها هذه حتحطها هنا في الاستقبال امانات يا سلام يعني هاك جا حرامي قلت لي في الغرفه انا عينه سايب عيني حرامي شنو يا اخي ياخذ فندق والنزيل ده مسؤوليته علينا نحن يعني النزيل منو انت ده هوي انا ما النزيل انا اسمي وتفجي خنار انت عيني العسان ما بتسمع يا وتفجي خنار الفندق ده فوقه امن وهو المسؤول عن سلامتك هوي سلامتي ما فرط فوق هذا والله زمانك ابتدي حريص عليها الفرار اللي لي معاه العكاز اللي ينوم معي في الغرفه خلاص خلاص جيب 100 جنيه 100 جنيه ليش نوم للفندق اظن انا ما اقدر اشتري الفندق دار نوم ونوم ما هو عشان تنوم لازم تدفع 100 جنيه يا وتفجي خنار ايش نوع حد؟ اصلا يا اخي نايم لا شنو يا اخي؟ قلت لك لي ساعة قاعدين في المكان ده تبقني لا وانا عسان. يا اخي ما انا عسان انا يا اخي. مين ظرف ادفع قال لك وين 100 جنيه؟ قال لك وين اقول؟ انت قلت لك ما اقدر اشتري الفندق، ما اقدر اشتري. دار نقول لي واحد كتبه مش عارف يا حاج انت تسعيرتنا نحن كده. اسمع انت سيد الفندق ده؟ لا انا موظف. موظف؟ انا ادري سيد الفندق. يا حاج اسمعني. علي الطلاق في الحل هناك الديوان الليلي ديواني يرقدوا فوق 40 نفر، 20 ينوموا 20 يكونوا واقفين، شفت كيف؟ بعد كله بكفون شايل قيمات. يا رب لا يا خلاص يا رب تعالك حرف تجي غمك الو احمدين اهزل انت نمت ولا شنو كرم شنو نازل عليه الطلاق في الحله دي اكرم من العمود ما لقيت